وينضم إلينا من بنغازي الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أحمد العبود. دكتور أحمد، أهلا بك معنا. في الوقت الذي يطلب فيه الجميع خروج القوات الأجنبية من ليبيا، ها هي تركيا تطلب من البرلمان الآن تمديد قوات مهامها في الداخل الليبي، لماذا الآن وما الذي تريده تركيا من ليبيا؟ سابقا نوهت عبر منبركم بأن تركيا هي من تعطل إنتاج الحل السياسي. تركيا استغلت انشغال العالم بجائحة كورونا بعد مخرجات برلين لعقد مؤتمر برلين الشهير، وضربت بكل مقرراتها عرض الحائط، وقامت بإرسال المرتزقة والمقاتلين والأسلحة والعتاد الحربي. فيما بعد نجاح البعثة الأممية في إنجاح مسار 5+5، المسار العسكري، وصدور وثيقة جنيف التي ينص البند الثاني منها على وقف التدريب العسكري، وتنص مخرجاتها على إخراج المرتزقة وإخراج وإنهاء التواجد العسكري الذي كان مقرر له 90 يوما، بمعنى وفق لجداول زمنية. نشاهد اليوم بأن تركيا أيضا تقوم بعملية إفشال لهذه المسارات، وبطلب رئيس حكومتها اليوم للبرلمان التركي بتمديد فترة عمل القوات العسكرية العاملة في ليبيا، وهذا اعتراف لأول مرة تعترف الحكومة الإيطالية التركية عفوا بوجود قواعد عسكرية وبوجود تواجد عسكري. حضر خلال الأسبوع الماضي أكثر من 18 رحلة رصدتها اللادرات لتنقل الأسلحة والعتاد الحربي، وتركيا نقلت سرب من طائرات F-16-16 إلى مطار الوطية. كل هذه المؤشرات تؤكد بأن تركيا تدفع باتجاه إشعال الجبهة التي استطاع العسكريين من إطفائها. طيب دكتور أحمد، من خلال تثبيت وقف إطلاق النار، بقاء هذه القوات الأجنبية في ليبيا خصوصا التركية تطلب أيضا موافقة حكومة السراج، هل تركيا تتحرك بمفردها أم بموافقة حكومة السراج؟ تركيا تتحرك وفقا لبيادقها، ليس السراج فقط وإنما أيضا خالد المشري ومجلس الدولة وتيار الإسلام السياسي، وعلى رأس هذا التيار الإخوان المسلمين. تعلم جيدا بأن هدف تركيا اليوم هي تحسين هذه الاتفاقيات التي وقعت مع تركيا مع فايز السراج، وبالتالي هي تدفع باتجاه تحريك هذه البيادق التي اعتبرها بأنها الطابور الخامس التركي الذي يعمل في تركيا، من أجل إفشال كل الجهود الرامية إلى إحلال السلام. ليس ليبيا استثناء، فتركيا عابتة بالأمن القومي العربي وعابتة بالنظام الإقليمي العربي، وشهدنا مساء الأمس كيف استطاع القادة الأوروبيين فرض عقوبات على تركيا، وتركيا اليوم تستعد أيضا لمزيد من العقوبات، وأعتقد بأن العقوبات الأمريكية قادمة بعد صفقة S-400، صفقة تركيا مع روسيا. كل هذه المؤشرات تؤكد بأن تركيا تحاول القفز إلى الأمام، أولا تحسين الاتفاقيات الأمنية التي وقعها مع فايز السراج، ثانيا استمرار النفوذ التركي ووجود العسكري التركي لمدى بعيد. وأعتقد بأن كل هذه المؤشرات تؤكد بأن تركيا سوف تواجه بعقوبات دولية، هذا من جانب، وأي حكومة قادمة، حكومة وحدة وطنية، سوف تقوم بإسقاط كل هذه الاتفاقيات التي لا تحظى صراحة بالشرعية الداخلية الوطنية، وتعارض أيضا القانون الدولي. فكل هذه المؤشرات تؤكد بأن المشروع التركي في مأزق حقيقي، وبأن ما نشهده اليوم في ليبيا هو مزيد من العرقلة التي تمارسها تركيا، وهذا السلوك التركي الذي دأب على إفشال جهود إنتاج السلام في ليبيا. طيب دكتور أحمد، تم الاتفاق في المسار السياسي على إجراء الانتخابات يوم 24 ديسمبر من السنة المقبلة. وجود القوات التركية لمدة 18 شهرا يعني وجودها في فترة الانتخابات وما بعد الانتخابات ب6 أشهر، ما الذي يعنيه ذلك وكيف سيؤثر على مسار المسار السياسي وعلى الانتخابات أيضا؟ يعني أنت تعلمين جيدا بأن من ضمن اتفاق جنيف هو الاتفاق على جداول زمنية لإخراج المرتزقة وإنهاء التواجد الأجنبي في ليبيا، وهذا يضرب بالمسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة والمسار العسكري عرض الحائط. هذا يؤكد بأن المشروع التوسعي التركي يهدف إلى إمادة وإدامة تواجده في شكل قواعد عسكرية في الوطية وفي الخمس وفي مصراتة وفي طرابلس. كل هذه المؤشرات تؤكد بأن هذا المجهود التركي يريد عرقلة إنتاج السلام. فكما شاهدنا خلال الأسبوع الماضي والأسبوع الذي قبله كيف عرقل تيار الإسلام السياسي
جهود البعثة الأممية في الاتفاق على تاريخ ثابت ومحدد ينهي المراحل الانتقالية بالذهاب للانتخابات التشريعية والبرلمانية، نشاهد اليوم مزيد من الأوراق التي تلعب بها تركيا وتريد من خلالها تعطيل مسار إنتاج الحل والذهاب إلى المرحلة الداعمة في شكل انتخابات رئاسية وتشريعية. كل المؤشرات تؤكد بأن تركيا تريد إفشال جهود البعثة الأممية وإفشال عمل البعثة على المسارات الثلاثة، المسار العسكري والمسار السياسي. يعني كانت من ضمن أهم الإشكاليات التي طرحت في حوار تونس هو القواعد الدستورية وتمسك تيار الإسلام السياسي جماعة الإخوان المسلمين المقربة من تركيا بالذهاب للاستفتاء على الدستور كشرط من شروط إنتاج الانتخابات الرئاسية والتشريعية، في حين يرى السواد الأعظم بأن القواعد الدستورية موجودة حاليا وبأن الدستور الحالي الموجود اليوم وانتخابات القانون الانتخابات الذي نظم انتخابات التشريعية سواء المؤتمر الوطني العام أو البرلمان تستطيع إنتاج انتخابات تشريعية، وأيضا البرلمان في أول جلسة له اتفق على تجهيز انتخابات رئاسية. إذن نحن أمام وجود قواعد حقيقية وننتظر من البعثة الأممية التي دعت اليوم تقريبا المبعوثة الأممية دعت أعضاء مجلس الأمن إلى عقد جلسة طارئة بخصوص مناقشة الملف الليبي أو تطوراته، وأعتقد بأن في أجندة هذه التطورات العرقلة التي تقوم بها تركيا والجهود التي تقوم بها تركيا لضرب مسار إنتاج السلام والذهاب إلى إنتاج تفاهمات تقضي إلى خروج التدخلات الخارجية وإخراج المرتزقة التي أعتقد بأنها أهم الإشكاليات التي تواجه المسار الأمني. من بنغازي الدكتور أحمد العبود الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.